لقد فعاليات معرض مؤنث الذي يضم فنون التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت لإظهار القدرات الفنية لفنانات يقدمن تجارب نسائية مميزة تهدف للتعبير عن موضوعات متباينة في المجتمع وجماليات البيئة المحيطة. كل سنة بنعمل معرض كبير قوي في منطقة أثرية في مصر، عملنا في المتحف المصري وفي قصر المانيال وفي شارع المعز، إن شاء الله السنة دي في الهرم لأول مرة في التاريخ البشرية بعد 5000 سنة يبقى في معرض عالمي في منطقة الأهرامات، مشارك فيها فعلا فنانين من العالم كله، فنانين مهمين جدا. هي كلمة مؤنث يعني أي حاجة مؤنثة، فهتلاقي كذا حاجة جوه، حتى يعني في كلمة صورة، صورة مؤنث. الفكرة كلها إنه الفن للجميع. هي عاملة المعرض ده عشان المرأة الفنانة، مش عشان أي مرأة خلاص، المرأة اللي هي بتساهم في الفن، لأن احنا واخدين دايما إن الفن التشكيلي كان دايما بيسيطروا عليه الرجالة شوية، ما عدا مدام جاذبية طبعا، هي كانت من أوائل الناس وقليلين قوي، يعني لما تاخد نسبة وتناسب تلاقي إن نسبة الرجالة أكتر في المجال الفن التشكيلي، وده مش مظبوط، لأن المرأة المفروض تبقى هي أقدر على إنها تعبر، لأن المرأة حساسة بطبعها. أعمال تتسم بالابتكار تباينت من حيث الوسائط والأنماط الفنية لتسليط الضوء على دور الفن التشكيلي والمعاصر في بث الأمل والتفاؤل. أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وإتاحة الفرصة لي لمشاهدة عدد من الفنانين المصريين ورؤية أعمالهم الفريدة. وأنا كدبلوماسي أجنبي، أنا وزملائي أتيحت لنا الفرصة أن نتواصل مع جزء من الثقافة المصرية. بالنسبة لي المؤنث يعني الطبيعة، يعني Mother Earth، فعلاقتنا مع الطبيعة، فهتلاقي معظم شغلي بيتكلم على الإحساس بالإلهام بالطبيعة. الدنيا تمشي زي من غير المرأة أو المؤنث، فهي هنا هو نادين بتعمل exploration بالمؤنث في حاجات بطرق مختلفة، في photography وفي art، فالمؤنث ده بيبقى ليه معنى مختلف لكل واحد. اليوم شاهدنا الكثير من السيدات المصريات المبدعات في فن التصوير الفوتوغرافي والتشكيل والنحت، وأنا أعتقد أن هذه فرصة مناسبة لرؤية قيمة الفن الحديث الذي يجمع السيدات المصريات. يوفر المعرض فرصة التعرف على التقنيات الجديدة التي يستخدمها بعض الفنانات والإسهام في تبادل التجارب والخبرات الفنية لإبراز صورتها ورسالتها في المجتمع.